يلا يلا اتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى ان كل اللي يسمعوني قوي على غير السلسله راح اشوف الدكتور على ان كل صوته زين. يم اتوكل على الله. بالسيشن الاول راح يكون ريبير والسيشن الثاني راح يكون عباره عن ادابتيشن. المفروض حسب ما بلغت كاظم ممثلكم انتم هاي متناقشين بها، يعني مجرد هذا راح يكون ريفيو حتى تتاكدون من حلوكم وحتى اي سؤال يمكن استفسار عليه. اتوكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الخير. ها صوتي واضح؟ ما أعرف لو لا. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. You are now muted. بها عشت لك أولاً. خلني أبدأ مثل ما تشلنا بالقاعة. واحد منكم يطبق السؤال بس همات لا تنسون تراني. صحيح إحنا بعيدين عن كورونا بس همات واحدة واحدة يا علام. متفقين؟ متفقين. يلا بهاء تبلش انت اول واحد. يلا بلشنا بها كيس نمبر 1. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. بهاء 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 أنا كل مرة أقول لكم انتحر من الشباك، السلام بالمستشفى ترى حرك مش كورونا وانتحر، وحدة وحدة. أوكي، لحد الآن اسمح لي اسمح لي، لحد الآن هو الطفل طالع عنده فول ثيكنس، يعني ماخذ كل اللايرز، يعني خلينا نقول ثيرد ديجري بير من خلال فاير. يلا تفضل. اكسلنت. يعني احنا هنا هو عاده اوكي احنا هنا عاده الكل راح يكون انه لازم تريتد باي سكين جرافتنج حتى يعدل المشكله اللي صارت، بس المشكله انه كان عندنا اكشن هنا بالاندستريال بالناتشرال هيلث سيرفيس بحيث هذه ما اعتبروها امرجنسي كيس مو لايف ثريتنج كيس، فلذلك شنو اللي صار عندنا؟ كونتينيو. يس كمل بهاء. دكتور علاء بس تطلب لنا لان انت المتحكم عندنا. اي كمل كمل على ما يطلب لنا الصفحه دكتور علاء. دكتور علاء اسمعني بس يطلب لنا الصفحه يمكن يمكم التلفولدر. كمل. اوكي هسه صار واضح للكل انه تستعمل هاي معلوماتك من خلال وصف. احنا هسه راح يصير عندنا 3 اورز 8 اورز وهو راح يكملها بالاسابيع الصور اللي وراها. مثل هيك السؤال اذا جاكم مثل هذا يعني هو دا يحفزك يقول لك وكانما اسوي تيبل حط مثلا البار الكولومينال انه الايام او الساعات وبعدين حط الانفلاميشن الريدنس الجرايشن تشو هو دا يقول لك الريبير سكار فايبروسيس حتى كل واحد تعلق عليه حسب الموضوع. يعني لما تقول انفلاميشن بالثلاث ايام شنو فرق عن الانفلاميشن باخر فتره؟ صار معلوم؟ بهاء صار معلوم؟ وعادة مثل هذه الاسئله تجاوب بطريقه الجدول، جهه احط الايام مالت الصوره وجهه احط المطلوب من عندي، هو ما صعب لك اياها. قال لك سايب اوف انفلاميشن برودكشن اوف جراين تيشو برودكشن اوف سكار
في regeneration of epithelium فهو مطيق عناوين اللي راح تجاوب عليها. excellent بها حسين شو راح حسن علي جاسم شو رأيك شارك ويانا وتجاوب؟ حسن زعلان؟ منتظر حيدر إذا حسن زعلان علينا. آلاء فارس، سراج كريم، كلكم زعلانين يا معودين. بها ماكو غيرك راح يجاوب. You are now unmuted. جماعتك كلهم زعالة. نعم دكتور. يلا سراج. You are now muted. دكتور هسه كنا نبدي نسوي تيبل راح نكتب بيه yes. الوقت الصالح والشنا الاشياء صارت. نعم. يعني من فور اكزامبل اعطيني لحد اللي وصلنا له. اعطيني فور اكزامبل. يعني مثلا مرحله اول 3 ساعات. يس. اكيد الصاير عندنا هو لوز اوف تيشو يعني استوها بدت انه هذا الانجري صار عنده. نعم. بعد كولر لوز. شن هو؟ كولر لوز. اعتبار انجري استوى صار. كولر لوز. اكو هذه البلاك ديسكالريشن بعدها ما تبين. شنو رايك بالجراين انستتيوشن هنا صار له وبعده؟ لا اكيد بعده. هو يعتبر مرحله ريبير. يعني يعتبر مرحله ريبير اكيد بعده. صحيح. صحيح. زين. زين. ننقل مثلا على الصورة اللي وراها إذا يقدر دكتور على حركنا على الصورة وراها نشوف شنو التغييرات. نادى نشوف الموجود إنه أكو كان الحرق بعده موجود، البلاك ديسكلريشن موجود. بالصورة وراها ورا 3 أيام. بدأ يطلع الريدنس، الجرانيشن تشو بدأ يجوز يتكون. الحرق اللون الأسود بدأ يروح شوية شوية. نقدر نقول دكتور على الايام اللي بعدها؟ اوكي. تشوفوا بابا؟ تشوفوا ادفانسمنت شلون يصير الريد ديسكلريشن حتى يصير فيدنج بالريد كلر. تشوفون شلون يصير الفيدنج؟ يعني معناها بيقل الحمار مالته قصدي؟ You are now unmuted. Yes, then شوف الهيلينج. You are now. شوف الفرق. شلون الهيلينج صار. الجرح بدأ يلتين بدأ يصير دي الفينومينا مالت السكند يونيون اللي ايش نسميها؟ يسموا بابا السكند يونيون او الهيلينج باي سكند يونيون مينلي شنو فرقه عن البرايمري يونيون ده يقصد بطاقة اصوات. اذا واحد يجاوب. يلا حتى لو مفوت حتى لو يكتب لنا. ناكو فينومينا كاركترستيك بالسكندري يونيون تختلف عن البرايمري يونيون اللي هي شنو هي؟ You are now unmuted. اي هو الفاست انتنشن شنو الفرق عن يعني التايب الثاني هو هذا تشوفون الكلر يعني شايفين واحد من يسوي عمليه وينجرح الوود بعدين يصير حمزه علي تداخل حمزة علي التداخل بس بين تايمات جاوبنا حرام ترى لازم تجاوبنا حمزة علي جبار ما يطلع الكتاب ها عيني حمزة اكو شيء اسمه wound contracture سامعين بي بابا اشوف قسم ذيك تقول انه الصوت ده يقطع يعني الصوت عندي واضح ليش الصوت ده يقطع ما دكتور قصوى حضرنا نت قوي والله انا على 3G من المستشفى النت يمي قوي الصوت كلش واضح
يعني ذي يشكون من النت، يعني هذا مشكلة بابا بالعراق، لأن الظاهر هو أكو عطل بالعراق كله. على العموم بابا دا شوفون هنا إنه المشكلة اللي صارت عند هذا الطفل، هو صار عنده تشلوس full thickness burn there is no availability of theater. بابا يعني بالظروف الطارئة ممكن يسدون العمليات، تكون بس للعمليات الطارئة إذا تسمعون صوتي واضح، مثل ما هسه عندنا بالعراق مثلا بهالايام يدري دكتور قصور العمليات كلها سدد بقص بس الامرجنسيز، فهو عدم كلاسيفيكيشن هذا ما اعتبره امرجنسي. ولهذا تشوفون تمام دكتور علاء، اكو سكار عند بابا، بس انا حليت لكم اياه يعني تقريبا. فشي يسموه الهيلينج بهالتايب هذا؟ فإذا بابا يعني الصوت يقطعوا تدشكون من الصوت، حتى لو يعني نكتب لكم أداء تلقى صور أكتب لهم شوية طبعا up to you it's up for you أثناء الكتابة الصوت اللي يقدر يجاوب خيجاوب بها. وينك سراج؟ You are now unmuted. بابا حتى لو كنت صوت ما فيها صوت دي مشكلة، ثاني إذا أكتب أعتقد الكتابة تطلع واضحة. إن شاء الله خير. أوكي اللي تمام خلي خل بالنقاش. صوتكم يمي واضح ترى يعني ما أعرف. You are now muted. واللي صوته مو تمام خليه يكتب. دكتور علاء موجود يتابع كتابه. اللي صوته مو تمام اوكي سو انا دكتور على اوكي نمو انا بالنسبه لي واضح يعني الصوت واضح والشات واضح بس يعني ما في جواب لانه احنا ما عندنا تايم هوايه ب 12 دوهم جماعه المنبر هنا الريسبتر ماشي بابا يلا راح اوضح لهم او من عنده الصوت واضح يقدر يسوي ريكورد للبقيه موجود بي ريكوردينج موجود يا وليد سوي ريكوردينج شغل ريكوردينج حتى يفضل من يمك دكتور علاء من انت الادمن حاليا من يمك شغل الريكوردينج حتى يبقى محفوظ يلا ماشي يلا هسه تمام this is now the session will be recording تمام زين بابا يلا توكل على الله. حساب السؤال اعتقد واضح جوابه للكل. شو راح ارتب جوابه؟ راح شو اسمه انا يعني احكي لكم اياه بصوره سريعه اذا برخص الدكتور قصور. تفضل تفضل. The problem of this patient, he has full thickness burn. There is an emergency situation at that time. Therefore, he cannot get access to the theater. Actually, he need grafting. يعني يحتاج نسوي له سكين جرافت. بابا دائما من يصير بك loss of skin there will be inappropriate healing improper healing. الجراح عادة خلي شوية احكيها بالعربي اسمحوا لي على مود تفتهموها يحتاج يسوي piece of tissue piece of skin ياخذ من غير مكان ويخليه على هذا الديفكت اللي صار. Otherwise we will see healing like this patient. تشوفون الصورة الأولى كانت بيها black discoloration, white discoloration. This is because of full thickness pair. Later on, a few days later, we see change of color. This is due to formation of a granulation tissue. طبعاً with time, this granulation tissue will be replaced by fibrous tissue.
there will be fading of color, and there is complete scar, but still طبعا هي not so healed. بشوفون أقوى حتى الصورة الأخيرة اللي هي after 2 months أعتقد أنا شوية ترى ما أشوف عدل ما أجيها من نظاراتي فبعد أكو still red so this is كان يقول immature scar. Okay. ترقى صورة انتقل للصورة اللي وراها ترقى صور نعم دكتور نعم دكتور على انتقل لان انا بين فترة دا حط ميوت على مود لا تسمعوني الصوت يلا من عندنا صوت واضح حتى نبلش بالكيس الثانية توكل على الله عليها درجات باخر السنة والله ها يا معودين عندي 40 واحد ما حد يجاوبني كمل إذا هم متعففين علينا الجماعة باوي مو لازم كمل انت حبيبي يس بس قبل لحظات شوية عمو عندكم طالبة زينب دا تقول يعني جاوبتي الحقيقة أنا كتب السؤال جاوبتنا تقول فعلا more inflammation larger volume of tissue collagen فعلا بالsecondary intention more inflammation meaning more fibrosis بل اللي تشوفون يعني هذا اللي صار هو فعلا due to large tissue loss and large inflammation. اوكي بابا كيستو منو راح يحكي جوجل ميتينج والله هي ما ادري دكتور قسوه شو تقول اي ما عندي مانع بس انت عندك جوجل ميتينج أنا ما عندي خلاص أنا راح أسوي روم راح أدزلكم الكود بس دكتور علاء شو راح يدخل دكتور علاء أدخل من الحاسبة أوكي راح أفصل وأدخل على جوجل ميتينج يلا قصور أنا ولا ما داخل على هذا البرنامج يعني أحاول أول تراك أدخل مرة نستعد الكود يدخل يلا تاخري يا جماعه the picture show a nerve supplying a muscle اذا هيساعدنا لو نروح على البيكتشر يقول انه nerve supply the muscle with picture الثانيه the nerve has been severed this could be due to انه انقطع damage ليش لانه احتك بالاند ما الفراكشر matted bone. What is the name of the process that affect the distal nerve end? هذا السؤال الأول إنه أكو في البروسيس من ينقطع النيرف distal end راح يصير بيه مشكلة هاي تأخذ تسمية معينة شنو اسم هذه اللي راح يصير The next picture show axon subrouting from the proximal part the severe nerve fiber. What factor will help to ensure that the axon subroot enter the distal part of the severe nerve. نقلب على الصورة. يلا واحد يشرح. واحد يشرح يلا تسمعوني لا يلا سراج على الصورة مات النيرف هسه البروكسيمال اند شو يسموه هذا البروسس شو راح يصير تسمعوني لو لا يا جماعة تسمعوني لو لا دكتور سر والوريان دي جنريشن يلا توكل على الله يلا أي واحد يبلش دكتور يس سر اكسلنت تسموها والوريان سؤال الوراء
يصير ريجنريشن للديستال اند ري انرفيشن عفو ديجنريشن مو ريجن ديجنريشن فسر ريجنريشن ديستال اند اوكي كونتينيو سؤال ورا Well, the next picture shows axon sprouting from the proximal part of the editor. The next picture shows axon sprouting from the proximal part of the severe nerve fiber. What factor would help to ensure that the axon sprout enter the distal part of the severe nerve? شوي سؤال ما فهمته دكتور. تصور نفسك انت السيرجن تصور نفسك انت السيرجن وجاك هذا بالثياتر انت تريد تحاول تضمن انه بلكي يصير هيلينج لهذا النيرف يرجع للفانكشن مالته شنو الفاكتور اللي راح تحاول ان تضمن موجوده حتى يصير هذا الهيلينج شو راح تسوي الفاكتورات يعني السايز اوف ذا جاب حجم الجاب ريدوس ذا جاب بعد امنع الاسكار حجم الجاب هاي واحده اثنين تمنع الاسكار اذا ما في احتمال اكو فور بدي بينه وبين الاند الثانيه اكو احتمال اتاكد احاول اخيط الميني شيز حتى تجي وحده بصف الثانيه حتى يصير فايبروسس بالمنطقه حتى انشور جود هيلينج اند اتاتشمنت انا اذا احاول احط لوكال فاكتور تو انشور انه اكو هيلينج بالموضوع اي دكتور ماكو شيء راح يوقف الهيلينج نيكست كويشن يقول ذا ماسل از 5 سنتيمتر فروم ذا بروكسيمال بارت نيكست كويشن او ذا اوف ذا سيفير نيرف When would you expect function to return to the muscle? Next, يعني إيش تتوقع الأكشن ورا القد يرجع للمصل؟ هنا يقول the growth of axon slow process يعني المليمتر أو 2 مليمتر تأخذ يوم كامل يعني. فإذا عندي 5 سنتيمتر هنا اكو ثيوري تقول 2 مليم تاخذ لها 24 اور اذا هي 5 سي ام يعني كم يوم محتاجين حتى يوصل يعني حوالي 50 اتوقع تقريبا 50 يعني مجرد عمليه حسابيه لا اكثر ولا اقل دكتور اكو هنا اختلفت اكو قسم يقولون 1 مليم اكو قسم يقولون 2 مليم يعني ما بين انه 25 الى 50 يوم احنا حتى يا الله نضمن انه الايند وصلت للمصل ويمكن ترجع تزودها مزيد لذلك من الصعوبه انه لما ينقطع انه يرجع يطيب لانه ممكن المنطقه تصير بها فايبروسس قبل ما ينمو المنطقه ده. لذلك الفيكسيشن مهم انشورمنت انه الشيث مالت البرانيه مهم ابروكسيميشن كلش مهمه حتى نحاول قدر المستطاع يوصل نير اوكي اللي بعدها كيس 3 ما يقول these cases illustrate the long term problem associated with the healing burns نحن عد healing مال burns عفو healing burns let's apply the best possible treatment severe cases عندنا healing بلي Disfiguring, scarring often results. According to scarring, why are the disfiguring marks referred to as a contractures? Yes. أنا مين دحت فيها حاليا بالمناسبة؟ محمد مصعب. أهلا محمد. بقية ليش ما دي لا يكتبون ولا يحكون شنو بوي؟ عداوة؟ محمد بهاء وسراج السيشن الثانية كلوز بيناتنا بس
اوكي ليش هالمنطقه ليش هذا المنطقه اسميه كونتراكتشر شنو السبب دكتور شنو كونتراكتشر اصلا هو ما فهمت هذا المنظر لو نرجع على الصوره دكتور نرجع على الصوره اي دكتور واضحه الصوره شوف الايد مالته الجوين صار فلكشن منطقه البيض او النيك جوينت صار انفلكشن بوزيشن هذا المنظر نسميه كونتراكتشر وهذا دائما نشوفه بالحرق اللي عنده حرق الجوينت يصير اون انفلكشن فمن جاي هاي التسميه يعني جاي يصير عنده سكار فسويت له الكونتراكتشرز دكتور جاوب عيني جاوب دكتور بسبب وجود المايوفايبروبلاست الاكتين والمايوسين لان من راح يصير راح يسوي لنا كونتراكت فلذلك راح يصير بها بحاله الفلكشن اكسلنت هي هاي الكونتراكتشر جاي من كونتراكتشر اوف الفلكشن اوف ذا جوينت ليش صارت الكونتراكتشر لانه احنا هذا السيفير بين دستركشن كلش هوايه فايبروسس كلش هوايه ونعرف احنا بالهيلينج اوف سكند يونيون انه اكو فينومينا مالت الكونتراكتشر ووند كونتراكتشر فراح تخلي الجوينت ما راح يفتح يبدي اون فليكشن فسموها كونتراكتشر نيست كويشن بليز دكتور وات مو سريع بس انا بحاول امشي لكم من بري هذا الريسبتر واضح وات ستيبس مايت بي تيكينج تو بريفنت ذم شلون يعني امنع المايوفايبروبلاست يس شلون ما أدنى شو اسمه يعني إذا هو ما يرفع بس أتوقع السيرجيكال يعني سيرجيكال هذا السيرجيكال الحل ولا ما هي صارت سيرجيكال بس إحنا تبريفينت هنا السؤال شوف فهم السؤال نص الجواب هنا ما قال لك what is the treatment of this case قال لك how to prevent this يعني أنت من البداية تحاول ما تخليها تصير يعني أنطي ستيرويد ستيرويد دكتور ستيرويد One thing and ممكن استعمل ستيرويد كنا نعرف ستيرويد هو ضار في حالة healing of wound بس تستعملوه فقط جماعة منو بس جماعة العيون ophthalmology ليش دي يستعملوه ليش يستعملوه ليش دا يستعملوا أهل الأفثالمالجي يا جماعة؟ إذا يصير عتمي إذا صار فايبروسيس Yes, to prevent fibrosis يعني أهل الأفثالمالجي يتحملون إنه الهيلينج ما راح يصير بالعجل مقابل إنه ما يصير أوباسيتي لأن إحنا ما عندهم منطقة الفقر بالكونية فهنا ممكن استعمل حتى أقل شنو الكونتراكتشر الشيء الثاني ممكن شو أسوي حتى to prevent contracture فيزيوثيرابي ما نقول فيزيكال اكتيفيتي لان فيزيكال سمين فيزيوثيرابي انه اني كل يوم احرك هذا الجوينت حتى لا يتصلب لا يبقى بمكانه فايبروسيس وكانما كل ما تصير فايبروسيس تمنع الحركه راح بالحركه اخليه بالفيزيوثيرابي اغير البيهيفير اكسرها حتى يبقى الجوينت يتحرك طول وقته اي جوينت اذا تحطه ثابت حتى نمون هو يبقى متصلب فكل يوم اسوي فيزيوثيرابي مو فيزيكال اكتيفيتي فيزيكال اكتيفيتي مع هالشيء موجود اساسا فيزيوثيرابي اوكي ماشي دكتور ده سمعوني بسمع دكتور يلا نيكست بليز اذا هذا ماشي معكم زينب كامل الكونجكشنال ستيرويد ما حقيقه زينب احنا قلنا الستيرويد راح يقلل الفايبروسيس لكن المشكله هنا ان راح هي تفك حقيقه بالهيلينج لما اعطي ستيرويد بس راح استفاد انه راح احاول اقلل الفايبروسيس عاد يعطوك مراهم للمنطقه لوكال افكت نيكست بليز دكتور كيس 5 امونج ذا بويز يا جماعه اورنج ريفر اي ناشونال نوت واي Mr. Anthony Richard. هذا هناك كيس ما أفتح شنو؟ هاي الكيس ما أفتح شنو؟
قصة هذه الكيس، أولاً هذه بها فواير. لو تبعون طريقة كتابة هاي الكيس اختلفت عن كل باقي الكيسات الموجودة بالسمول جروب. تمام لو تمام؟ تمام دكتور. ليش هذا الخط المائل؟ شنو هاي الفاكت اللي حظها؟ هاي الكيس منقولة من نشر من جريدة، فلذلك يريد يقول لك إنه بالأمانة العلمية لما تنقل شيء من مكان معين لازم أنت كل شيء نقله بحذافيره، في هذا الخط المائل وتاريخ النشر وهذا نقله كما هو، ما يصير تتصرف به نهائيا. هذه المعركة هي صارت عبارة عن ناس فقرة جدا من الفلاحين، بور هو عبارة لمناطق اللي أخذت من الفلاحين أو الناس اللي أخذت أراضيهم أعتقد بالاحتلال البريطاني أو غيره من جنوب أفريقيا. تقدرون تطلعون هالمعركة على النت وتشوفوها. وصار اللي صار إنه هذا الشخص هو انجرح، كان عمره 30 سنة وانجرح. يكمل؟ ما يكمل دكتور. وين الجرح هذا؟ lower third of the lower third of the right high thigh. عفوا. كم كونتينيو؟ He was admitted into the Cape Field Hospital 2 days later, having a fracture of the femur. The bullet was thought to close under the skin over the external tuberosity of the tibia. أكمل دكتور؟ نعم كونتينيو. هو تعرض إلى بوليت was felt close under the skin over the external tuberosity of the tibia. It was cut down upon and removed. Both wounds healed readily. We are told that the initial wound healed readily. What systemic factors might delay healing in this case? What other systemic factors can delay healing? More usual hospital inpatients. خلني اجيها واحده واحده. اول شيء what is the systemic factor in this case؟ كان عدد the systemic factor كلهن موصول. شنو هي the systemic factor that affect wound healing؟ the systemic factor الايج دكتور. واحده منهن الايج. ايه ممكن احطها بالجواب الثاني هذا السيستميك فاكتور، بس بالجواب الاول ترهم ان ذس كيس يدرك الميتابوليك طبعا ايش تعتمد على النيوتريشن. مدى اسمع صوتك قطع. لا واضح دكتور. يمكن نيوتريشن قصدك نيوتريشن يعني بور نيوتريشن. اكيد اي واحد ما تعطي نيوتريشن مو زينه. احنا جماعتنا بس واحد يفوت المستشفى ما شاء الله كل عصير البرتقال والشوربات والهذا كلها راح تيجي على مود شنو يقوون المناعه مالته ويطيب. هنا ممكن هاي احطها بالسيستميك، بس ممكن احطها بهالكيس ان ذس كيس سيستميك فاكتور. هو سيستميك فاكتور دكتور. لا بس انه انا عندي سؤالين، واحد كاتب ان ذس كيس وسؤال ان جنرال. فان ذس كيس ممكن احط نيوتريشن؟ اي ممكن دكتور. يس لان هي المعركه اساسا صارت ناس فقراء بيدافعون عن اراضيهم، فاكيد هم ما لي نيوتريشن. زين محمد كاتبت لي ميتابوليك نيوتريشن سيركوليتر ستيتس. شنو رايكم بهذا السؤال هذا الجواب ما زينب؟ وين ينحط؟ ان ذيس كيس لو بالجنرال. بالجنرال دكتور. بالجنرال لانه ما حد ماكو عندي شيء بالهيستوري مال هذا الكيس يقول كان عنده فتسم سيركوليتر بروبلم كارديكو بروبلم او غيره. اذا كاتبت لي ستيرويد هرمون وين احطها ممكن هاي؟ جنرال دكتور انتي انفلاماتوري. اما جنرال ديابيتيك هايبرتنسيف هاي من عندي ممكن ذني وين احطهن؟ ام جنرال دكتور. يس اذا هنا المشكله عندنا وين تكمن؟ انه انا كنت افتهم السؤال انا اعدد السيستميك فاكتور كلهن، بس السؤال الاول كان يقول ان ذيس كيس لقيت من ذن السيستميك فاكتور ان ذيس كيس بس المال نيوتريشنز، لكن في حاله الجنرال اعددهم كلهن مثل معنا لانه سالني سؤال جنرال.
هذه كلش مهمة تركزون عليها. فهم السؤال نصف الجواب، ان وين هذا وين ذاك. اوكي نحول على الكيس الوراء على السؤال اللي وراء. But great difficulty was experienced in getting the two fragments of the femur into good opposition. It was consequently decided to expose the seat of the fracture and screw the fragment together. Yes. إنه كانت كل الصعوبة واضطروا يثبتون العظم. هذا استهمته تمام؟ يثبتون عن طريق برغم دكتور أو لولب. نعم. برغي راح يثبت يعني ليتو براغي. What local factors might have been responsible for the leak of union? Union of the femur. هنا they say like a responsible factor هنا بهذا الكيس. إيه. شنو هي هاي local factor مثل إيش؟ الدكتور احتمال يعني inflammation. Infection. يمنع اليونين inflammation infection foreign بعد ممكن شظايا تعبوا في فكرة ممكن شظايا بعد فراكتشر يعني نوع الفراكتشر وين صاير تعبوا في فراكتشر حسب الكيس دايابيتيز دكتور ليش واحد دايابيتيز احتمال يعني جزء له دايابيتيز ما كات. بعد شنو؟ وصل شيء لوكال إنفكتشن وفون. ممكن أنقطع قط من يمد الدكتور. نعم قاسم الغزالي. أحسنت. العفو دا سمعوني؟ أي نسمع دكتور. ألو دا سمعوني؟ أي دكتور. أنا راح أعيدها لأن يمكن ما سمعتوني. أهم شيء local factor مو nutrition ولا ذابتك لأنها كلها systemic factor. local factor الآتي إنه أنا أنشر إنه أكو approximation between two bone بالfixation حتى ما يتحرك كل شوي. وصل مشكلة. الشيء الثاني اتاكد انه ماكو فورماتيريال ماكو انفكشن ماكو شيء عارض الاتصال بين بون وبون ثاني فهذا كلها عباره عن لوكال فاكتور تمام دكتور تمام يا جماعه يلا اذا ما عندكم مشكله نحاول على الوراء هنحاول السؤال الوراء حاول دكتور the progress of the patient محمد was أنا ما أعرف وما عندهم مشكلة أنا ما أعرف إذا جابون بس الوحدة اسمها BSPS يمكن هاي رياضيات وزينب ثار غيرهم ما أعرف فمحمد مين ما تعرف المشكلة يلا سؤال وراء The progress of the patient was satisfactory. The wound initially healed by first intention, but developed a purulent. Purulent had a pus. Discharge. Yeah. The wound was. Period. ما هو بده healing. بعد هو بده healing by first intention, بس فجأة تحول إلى period. يعني راح يتحول إنه لازم healing يصير بشنو؟ صار super added infection قبل الموضوع. أي دكتور. The wound was addressed every day and the cavity gradually contracted and the fracture firmly with practically no shortening of the limb.
What does healing by capital gradually contracted. معناتها healing صار first or second intention. أو primary or secondary union. دكتور secondary. Secondary union أتوقع. Yes, لأن primary healing هو healing of a clean wound, no tissue loss, no anything. Phenomena of contracture here, phenomena of secondary union. When there is large wound defect, when there is a more granulation to fibrosis. فهنا هو healing بدأ primary union. بس يكون أكو بيرينات, يكون أكو infection, تحول إلى healing by secondary union. Okay, continue. With the practically no shortening of the limb, what does healing by first intention mean? Healing by second intention requires the production of more initial granulization. What are the main cellular and non-cellular constituent of... Victor, first intention. هو يقول شنو تعني first intention؟ يعني healing, clean healing, non-infected wound. شنو صوت انقطع؟ قال شنو سمعوني يعني صوت؟ شو مرة هاد دكتور؟ دكتور موجود؟ والله ما أعرف. ها قاعد سجل محاضرة؟ ما يسمع ينقطع على 3G أو على 3G مشغل ما يسمع شيء جاي علق هو يمكن جاي علق الصوت هتكون ماشي يلا صح أحسن دكتور صح يلا أنت ما كلام دكتور يقول شنو ال first intention إحنا قلنا first intention إيه أنا جاوب نحسات تجاوبوا Well, gonna clean healing, uninfected wound. Clean wound and infected without tissue loss. Without tissue loss. اللي هو أكثر example اللي هو من هو. Surgical عملية جراحية يعني هاي البسيطة. Yes, excellent. Surgical عملية جراحية اللي هو clean wound without tissue loss, approximation to suture. Who healing by first intention? Second question. Doctor, will describe briefly the stage of healing on this fracture. Let healing of this fracture. أول خطوة إيش راح يصير بالمنطقة؟ أول شيء تجعله الإنفلاماتوري. إنفلاماتوري سير ماكو. أول شيء البلد كلوت. وش البلد كلوت راح يسد المنطقة هيماتوما وبراها إيه. براها تجي عليها الاندوثيليال سيل يصير لها بلد سبلاي حتى يصير لها هيلينج تجي يعني ايش راح يسد بالمنطقة فاسكولاريزيشن يصير لها جرانيوليشن دكتور ايش راح يسد بالمنطقة يا جماعة يا جماعة الو تسمعوني اسمع دكتور اسمع هذا السؤال دكتور بس السؤال ما افتهمنا اوكي زينب جابت قال جرانيوليشن اكسلنت انه راح يصير هيماتوما وراها جرانيوليشن وراها ايش راح يصير فيبرين باي اندوثيستر اللي راح يسوي جرانيوليشن همات من زينب بعد وراها ايش راح يصير تسمعوني فايبر بلاست راح يصير نيو بون فورميشن ليش نسميها يسموها الكالس مو سوفت كالس يسموها الكالس اللي راح يصير هم هزاد ريجمنت اوف بون راح ينذب وراح يصير ريمودلينج حتى يسوي لنا السد الدفك يعني بالبدايه راح ينذب البون هم هزاد لي سميتها كالس وراح راح يصير ريمودلينج ارينجمنت اوف بون حتى يجود هيلينج اوكي
اوكي بس هاي الكالسيوم دكتور نعم دكتور معنا شارس الكالس هو عبارة عن نيبون فورميشن اللي راح يكون موجود يسد الدفك راح يجي بهازارد ارنجمنت اول مرة بس مجرد حتى يسد الدفكت والتايم اللي راح يصير انه شنو راح يصير لي ري ارنجمنت ويصير يسد الدفكت بطريقة مرتبة حالة حال ان هيلينج اوف بون ستيب مات هيلينج اوف بون اوكي اوكي دكتور اوكي يا جماعة اوكي دكتور يلا يقول what are the main cellular and non-cellular constituent of granulation tissue؟ هنا السؤال يقول لك what is the cellular and non-cellular؟ كل شيء راح تقوله cellular بي نيوكليس وبي سايتوبلازم وغيره كل شيء cellular مجرد material موجود في granulation tissue وهاي خدتوها بال extracellular matrix نفس ال components فشنو cellular هنا؟ دكتور cellular ال fibroblast مايكروفيج اول شيء المايكروفيج مايكروفيج بعد الفايبر بلاست فايبر بلاست والاندوثيليال سيل او الاندوثيليال سيل نيوتروفيل نفسها ما سيل سيلر اي دكتور تمام يعني في متر السيل موجودة ما سيلر أنا تمام لو مو تمام. الإنفلاماتوري سيل. تمام. الإنفلاماتوري سيل هما كومبوننت بدعها بالجلاجيت هما تمام. إذا الأسيلولر شن هي؟ الأسيلولر الفايبرين أو الكلوتينج فاكتور. فايبرين. الإكستراسيلولر ماتريكس. اللي شنو؟ بروتين. الفايبرين الإكستراسيلولر ماتريكس الأوديماتاس فلويد كل هاي أسيلولر ماتيريال. نعم اكو من زينب تقول لينفوسايت اني انفلاماتوري سيل تجي بالمنطقه هي تعتبر سيلولار واضح حاول على الوراء اوكي هذا لحد الان كل شيء واضح سكرايب بريفلي كلاجين الاستين نعم بان كلهم من زينب تاير كلاجين الاستين كلها تنجمع ضمن جماعه الاكسترا سيلولار ماتريكس كلها سيلولار ماتيريال Next. Describe probably the stage of the healing of a fracture. هاي جاوبنا هذه. قلنا هي يعني راح تصير هيماتوما وكرانشن تشو كالس فورميشن ان يور ريموجرافي اوف بون. Next. علي كيو 17 شنو قصدك بحلينا؟ ما فهمت قصدك والله. دكتور يحكي على هذا السؤال سوا قال محمد يقول يعني حلينا اوكي اوكي يلا نيكست زين يعني هي افرح اكون متابعين انت كنت ذبي على الصامت خير طلع احتشيت معي هسه خلصنا من الريبير راح نبلش الادابتيشن ان شاء الله قبل ما نروح للادابتيشن اوكي الربير ما عندكم مشكله به البقيه اللي ذابي على ميوت عندكم مشكله لا لا اقول لكم عندكم واحد اسمه بلو اي ها اوكي ما عندكم مشكله؟ لا دكتور ماكو مشكله واضح يعني هاي من باب السكوت علامه الرضا مو؟ نعم دكتور واضح دكتور عندكم بالمناسبه شو سراج يمكن التهب التقليب وصوته ما يطلع لا دكتور موجود يلا كونتي لا سمعنا صوتك لا هاي شنو كان مش التقليب؟ يلا كونتيني يا سعد على الادابتيشن اذا ما عندكم مشكله نتوكل على الله دكتور رفع الكيس ان شاء الله الادابتيشن اسهل الكيسات مالته اوكي يلا
25 years old, my persistent to doctor with a history of weight loss. Increased yes. appetite. Trauma yes. and the palpitation. After medical treatment, his لحد هنا من لحد هنا اسمح لي لحد هنا من الهستري شو طاك فكرة شنو العدة هذا البيشنت؟ عدة كان عدة كفات خلل بالميتابوليك سبعين ما حد قال استأصل على كيف أبوي علينا على كيف بالهستري كل فقرة تقرأها قصة تفسير لها حتى من توصل لأجوبة بس دقيقة 25 years old man presented to his doctor with history of weight loss and increased appetite, tremor and palpitation. لحد الآن هاي ما قال رموف. إذا منها الطانية كفت certain defect in metabolic state due to effect of thyroid. After medical treatment, his thyroid gland was removed. يعني ورا ما طوى treatment يا الله شالوها. يا شلون ابيك شيء يلا كونتينيو 1A بيشنت النك يعني عنده مشكله this is exist thyroid روح ويت جين 130 روح على البيكتشر اها هاي البيكتشر يقول لك هو كانت الويت مالتها 130 النورمال تشالنج جيت 25 المفروض يعني الويت مالتها زاد بحجم كلش كبير اوكي البيكشن نمبر 1 اي تشوف ثايرويد ايش صار بالنيك شو مبين بالثايرويد يعني عنده بلي انلاجمنت انسايز فيزيبل انت تشوف الثايرويد ناطه من الليك وهذا كلينيكال ايش نسميها احنا هايبر ثايرويدزم يس سميها جويتر احنا ما راح نسميها هايبر ثايرويدزم احنا نيك بنشوف بس مجرد انكريز ان سايز ما نعرف هي هايبو ولا هايبو مجرد نيك راح نسميها جويتر ممكن تكون هايبر ممكن تكون شنو هايبو هذه الكيس هي هايبر لان هو بيبدا تفرز اكثر من الطبيعي يلا الاسئله What is this condition? نعم زينب جويتر. What is the condition حق جويتر؟ شو اللي صار بالثايرويد جلاند هنا؟ هايبربليجيا. ليش صارت الهايبربليجيا؟ هايبربليجيا هايبرتروفي ليش صارت الهايبربليجيا؟ Which is the predominant هنا؟ الهايبربليجيا الهايبرتروفي الثايرويد. هو الاوتوميون ديزيز دكتور احنا قلنا بالمحاضره هذني يمشي توجذر تقريبا بس وش وين بريدومينانت هسه الهايبرتروفي بريدومينانت لا احنا بالثايرويد الهايبربليجيا بريدومينانت لان البروفيشن اكتيفيتي مالته اكثر من غيره يعني هسه دكتور لانها تفرز اكثر من الطبيعي فيصير البريدومينانت ذيك هنا لا طبيعه التشو هنا لان الثايرويد هي سوى هايبربليجيا اكثر ما سوى هايبرتروفي السؤال الثاني بدنا نسأل هنا ليش صار هذا الهايبربليجيا؟ ليش الثايرويد جلاند تفرز أكثر؟ شو الميكانيزم؟ يعني دكتور تعتمد على السمباثيتيك يعني T3T4 علي يس اتس اوتو اميون T3T4 شنو الميكانيزم؟ صحيح جوابكم كل من علي بلو هذا ابو رياضيات بي اس بي اس اس بي اس بي اس هذا كذا لا احنا كاتب لو ابتيك افاد هرمون حقيقي هو مو لو ابتيك ده يصير اما اوتو انتيبودي ده تسوي ستيميليشن بدل ثايرويد ستيميليتنج هرمون راح تقول للخليه انه تشو ما عنده ايودين فتبقى تفرز اكثر من البقيه فحتى تشتغل لازم تصير هايبر بليجيا نيكست يا جماعه تسمعوني بسمع دكتور ولذلك هذا الاوتو انتيبودي لما يدخل على الريسبتور مال تي اس اتش راح يخليها تفرز اكثر من غيرها نيكست كويشن شنو هو وات ذا اندرلاين ميكانيزم او ديفلوبمنت او ذا كونديشن هذا حكينا ها
هذا حكينا عن الاندرلاينج ميكانيزم انه اكو اوتو انتيبادي يفتح الثايرويد ريسبتور يفتهم انه هذا مثل ثايرويد ستيمليتنج هرمون راح يخليها تفرز اكثر من الطبيعي ولا زاد تي 3 تي 4 فراح تبدي هاي الساين سيمبتومات البيشنت اللي هي ترمر بالبيتيشن لوس اوف ويت انكريز ابيتايت كل هاي راح تبدي تظهر. يقول دكتور انا هاو دو مايكروسكوب ايمج بالبي والسي شنو يعني شوفوا يلا نروح المايكروسكوب ايمج هاي شغله الاساسيه راح نقارن انه النورمال هيستولوجي. النورمال هيستولوجي هو بالصوره الثانيه اللي هو مبين النورمال ثايرويد جلاند فول وذ كولويد فلات كولويد ابيثيريال قاعده على البريفري. ايش صار بالصوره اللي وراها؟ كميه الخلايا اكثر لو اقل؟ يا جماعة كمية الخلايا أكثر لو أقل بالصورة اللي وراها أكثر دكتور أكثر الخلايا الكولويد إيش صار بي؟ صار بي كولويد قل له زاد كولويد هو المسحة الحمراء اللي كانت نص الفوليكل قلت قلت دكتور قلت دكتور قلت قلت لأن الثايرويد قام تصرف الكولويد حتى تضبط تي 3 تي 4 تي اس اتش. الفوليكل لو تشوفوها كانت مدوره حلوه قاعده هسه كل فوليكل صارت فيها نتوءات. شلون البابلر كونفيجريشن؟ شنو فائده هاي النتوءات؟ مثل الاصابع طالعه بنص الفوليكل مثل البابلي. انكريس سيرفس اريا هاي اللي كون صار هاي البابلي يس يزود السيرفس اريا حتى يزود الانتاج مالت الفوليكل حتى تاخذ كولويد اكثر تزداد السيرفس اريا مالت الخلايا تسوي انتاج فوليكل. لذلك نشوف ثايرويد صار به هايبر بليجيا مور فوليكل بابيلاري لايك فورميشن ديكريس كولويد. اوكي واضح هذا؟ واضح دكتور. دكتور عيد دكتور يلا اذا واضح نتحول على الموضوع. نعم عيني دكتور يقولون عيد يعني ال النورمال ثايرويد. النورمال ثايرويد عباره عن فوليكل دواره مدوره قاعده بنص هذا الكولويد لونه احمر والخلايا كيوبودو على البرفري مات الفوليكل. شوف الصوره هي نفس الحجم التكبير فيها كم خليه والفوليكل قاعده. من صار انكريز بالستيميليشن مال تي اس اتش الثانيه صار بها هايبرفليجا فكميه الفوليكل صغرت وزادت الخلايا مات الفوليكل. كمية الكولويد قلت لأن قامت تصرف أكثر من الطبيعي حتى تطلع T3 T4 TSH الكولويد كانت بدورة تطلع باللايننج مالتها مثل بابيلر كونفيجريشن. هذه شو الفائدة بها؟ هذه الفائدة نزود السيرفس أريا حتى تزود الإنتاج. واضح هسه؟ واضح دكتور واضح. هيا يا جماعة واضح دكتور واضح. يلا كونتينيو. سراج الخفاجي حسن اتش اي ليش ما تقرون؟ انتوا اقروا دخلوا يعني. منار علي ما افتهم شنو تقصدين بالها. زينب نعم قال لك الولد يلا كسر وراها. دكتور اقرا محمد مو هذا الاسلوب اللي جاب رجان. يلا اقرا توكل على الله. 65 years old man persistent with a chest pain when all working. اذا هو رجال كبير عمره 65 سنه عنده chest pain وهذا هو طاق chest pain when walking وسماه سما انجاينا. الانجينا هو شنو معناتها؟ لما المفروض تروح تقرا الانجينا شفتوها شنو هي الانجينا؟ narrowing in the blood vessels. narrowing in the blood vessels of the cardiac vessel حنقول. yeah continue excellent. on examination he's found to have a systolic heart murmur. مين قال systolic heart murmur يعني عنده مشكلة وين؟ المشكلة بالفالف دكتور؟ انا ادري لازم يكون جماعه الكارديوفاسكولار مجال عنده مشكله بالباب. كونتينيو افتر سيفير ابيسود اوف انجينا سينكو
وعرف لك السنكوبشن معناتها هي ابروبريت فجأة سقط. يلا كونتينيو. He suddenly collapsed and died. At post mortem. إلى رحمة الله هاي قتلتو. Aortic valve was immaculately classified and rigid. يعني المصلب الفالف. Classified. إيه. The illustration compares historical section from normal myocardium on the left section of the man heart right. نروح على الصورة حتى نقارن بين الصورة النورمال والصورة النورمال. روح على الصورة. زينب والله ما أعرف تبدا تتابعون. إذا عبرتوا السؤال رجعوا له. شنو الفرق بين النورمال والابنورمال؟ المصل والمرة الصورة هي عبارة عن شوف هاي عبارة عن الكارليك مصل عبارة عن كارليك مصل حلوة قاعدة مرتبة. الصورة اللي وراها لو قارن بها بالحجم ايش صار بالكارليك مصل؟ كبرت صغرت مو؟ كبرت دكتور دكتور هايبرتروفي كبرت هايبرتروفي. هنا ليش تبيت هايبرتروفي؟ ايش الكاركترستيك مال كارديك مصر بحيث صار هايبرتروفي ما صار هايبر بليجيا؟ بس الحجم كبر دكتور مال السيلز. يس بس ليش؟ انا سؤالي ليش؟ لان الكارديك صار بس هايبرتروفي ما هاي يعني ليمتد ماتتك سيل يعني مثل القسم. يس اكسلنت ماي كارديك از ستيبل سيل النورمال. بس دقيقة زينة فارس تقول وين النورمال؟ النورمال هي الصورة الأولى اللي هي على اليسرى اللي هي النورمال كارديك مصل المفروض تمثلها بالهستولوجي. أقارنها ويا الصورة اللي على اليمنى اللي هي اللارج مصل. نعم هاي البندر الحمراء هي الكارديك مصل. أوكي كونتينيو. How continue يا جماعة. عفوا عفوا relate to the change in the heart valve. شنو اللي صار؟ شنو الميكانيزم؟ ليش كبرت هاي الكارديك مصر؟ دكتور صار ان aortic stenosis شلون بي؟ aortic stenosis الاورتيك شو يطلع الدم منين؟ منين يطلع من يا منطقة من الهارت؟ left heart to the systemic circulation. من left heart يعني left ventricle للsystemic circulation. إذا من صار stenosis الكارديك output إيش صار بيها؟ صار increase pressure يعني زاد الضغط عليها. قلت الكارديك output. صار stenosis. خلي الكارديك output. حتى الهارت يحل هاي المشكله تجي من الجسم انه ما يوصل لك كارديك اوتبوت كافي لازم يطلع كارديك اوتبوت لازم يضخ اكثر. فشلون راح يضخ اكثر؟ ايش راح يسوي؟ راح يتفق ضغط الارتيريا دكتور راح يصير عندنا راح يزود الضغط في الكونتراكتشر الوحده حتى تزداد هذا الكونتراكتشر لازم المصل شو يصير بيها؟ واحد يسوي التمرين كل يوم ايش راح يصير بعضلاته؟ راح تكبر بالحجم هاي برتروفي سلبي. تسمعوني؟ اي دكتور احسن بها برتروفي فرح تكبر العضلات راح تصير هاي برتروفي حتى تقدر تعوض الكارديك اوتبوت تعوض هذا النقص اللي صار بسبب الستينوسس. فصارت هاي المشكله من كبره العضلات راح تحتاج بس بناء اكثر حتى تشتغل تمام مو تمام؟ تمام دكتور. دكتور بس ال فهنا بيجيك انه اكو اتيروسك لوسز اكو نروي دكتور. نعم عيني دكتور بس الايارتيك براجر مو يقل؟ دا اسمعكم الايارتيك براجر مو يقل؟ انا عندي راح يقل راح تدفع الدم خلال استنوسز قويه. انا عندي ال شو مع البراجر ايش راح يصير بيه؟ انا الايارتيك فال هو صار بدايه الايارتا فهو صار الستينوسيس بي فايح الكارديك اوتبوت
والكونتراكشن مالت الهارت قويه، بس اللي يطلع الدم قليل، فما اعتقد راح يصير زياده بالبريشر مالته. ماشي انا ايش راح يسوي الهارت حتى يطلع؟ هو يزود الكونتراكشن مالته، بس قصدي راح يسوي زياده بالبريشر. هاي زياده فراح يزود الكونتراكشن مالته. اي هو يزود الكونتراكشن مالته حتى يطلع على الافتر لود، حتى يطلع البلاد للسيركوليشن، بس حتى يحاول يوصل يوصل نورمال كارب اوتبوت. اي بس دكتور هو الايورت الايورت ما الفالف مو موجود نهايتها حتى يصير الايورت مو مكتوب. احنا سمعنا علاقه بالايورت، احنا سمعنا علاقه بالايورت، احنا صورتنا من الكارديك مصل من الكارديك وول. اي دكتور انا اعرف بسوى بال تمام مو تمام بالتعليقات دكتور. شوفها والله انا مشتبهين بين شوف التعليقات دكتور مشتبهين بين انه بالتعليق يزداد الافتر لود برجر هاي بروح يسوي هايبرتروفي. لا هذا لا 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 هو ما لنا علاقه صح احنا بالاورت، احنا مشكلتنا انه عند السيناتيك فالف ما دا يطلع الكارت اوت، ما لنا علاقه بالبرجر مال الاورت دكتور. هو بشكل ما لنا علاقه بالبرجر انترا فنتريكولر بيزداد. ايه يعني تزداد الكونتراكتيليتي، تزداد الكونتراكتيليتي، تزداد الفورس مال الكونتراكشن، يزداد الفورس مال الكونتراكشن، تزداد الكونتراكتيليتي، تزداد الفورس مال الوول. ما لي علاقه ثاني بالاوتو جماعه. ايه هذا دكتور براك. محمد يقول الصوت يقطع، والله ما اعرف ايش يقطع. محمد ما لي علاقه هسه بالاورتيك بلازر، انا شرحي الساعه ليش زادت هايبرتروفي بالكارديك مصل، صار معلوم يا جماعة؟ نعم دكتور واضح واضح يا جماعة. يلا نكمل كمل لي. ما عندي مشكله شلون ما اخذتوها بالاسكيميك اخذوها، انا بدي اناقشكم من جانب الباثولوجي، من جانب الباثولوجي العلاقه ليش صار هايبرتروفي بالكارديك وول، زاد البرجر قل البرجر عن الهايبرتروفي لان الدم يندفع حق الاسكيميك فالف. بقي يمكم اوكي اوكي دكتور واضح. اللي راح يصير ما بعد هاي جماعة الكارديو فاسكولار مو يمنا، هم راح يحيرون بعلاجه. احنا علينا نوضح ليش صار هايبرتروفي بالكارديك وول. اي واضح دكتور. كونتينيو كونتينيو كونتينيو. Why did he suddenly collapse؟ ليش suddenly collapse؟ هذا بقت تكبر تكبر العضله الى ان وصلت مرحله، وصلت مرحله شنو؟ الانهيار، فما قدرت تدفع تقل الكارديك اوتبوت. ايش صار بي؟ دم ما وصل للبرين صار كولابس. تمام؟ هذه اثرت على هارت فيلر مو دكتور؟ يس هو كولابس ليد تو هارت فيلر اللي صار. ماشي next بيقول كيس كيس 3 2 year old boy is investigated because of weakness of his lump muscles and associated waist a muscle biopsy is taken. Case 3 are you case 3 yes what is abnormal about the muscle biopsy لا هو قال لك يابا هذا عمره سنتين، شوف هذا عمره سنتين وعنده ويكنس بالمفصل، اول ما يقول عمره سنتين وعنده ويكنس بالمفصل يتبادر ذهن ان هذا اللي دي يصير هو شنو؟ اتروفي دكتور، ممكن يكون جينيتيك انفاكت. هو ما يصير يعني تمام ممكن يكون اتروفي، ممكن يكون جينيتيك فاكتور بالموضوع. اي دكتور انا عمره صغير هو وهذا ويستنج بالم انه ركض ضعف شويه شويه صار هنا خلالك صورتين، صوره النورمال صوره الاب نورمال. خلالك ايرون شو تلاحظ المصل اللي اب نورمال شنو اللي صار بيها؟ قلت الخلايا
صارت أتروفي. شوف حجم الخلايا هناك كانت مثل مساحة صورة 3 بي على صفحة نورمال مصل اللي مشاف الصورة قبلها، وعلى الصفحة الثانية الخلايا صار حجمها صغار صغار، بحيث حتى النقاط الزرق اللي هي نيوكليس مات الخلايا صار عددهن أكثر، لأن احتاجين هواي خلايا حتى تسد المساحة هنا. تشوفون الفرق؟ واضح؟ واضح دكتور. واضح دكتور واضح. نكمل يلا إذا واضح ما عندكم مشكلة. ما أكو واحد إنه هذا بلو كاتب إنه مصل أتروفي. أوكي نعم مصل أتروفي. حلو كونتينيو. A diagnosis of a spinal muscular atrophy is made. How has this caused the change in the muscle biopsy? The diagnosis of spinal muscular atrophy, what the heck? Spinal muscular atrophy is made. How has this caused the change in the muscle biopsy? شلون راح يصير change؟ دكتور ده هو عمره صغير أكيد عنده. شيناها قبل شوي. Genetic defect and it changes هو atrophy بدنا نحكي عليه due to defect with genetic with the innervation anything سوى atrophy next what causes spinal muscular atrophy I'm genetic ونفس الجواب يعني نفس الجواب أي نفس الجواب ممكن genetic yes next خلاص الكيس دكتور كيس فور مفروض سباين مصل اتروفي طلعتوه وقريتوا عليها شوية نيكس كيس فور دكتور 48 year old man who has been a regular smoker for 30 years has a persistent cough هذا ذابحنا بالتدخين مالته حتى والله انا خانقني بالدخان has a persistent cough ويقحقح خاصة اذا قحقح اليوم على راسه يودوه حجر which does not resolve on antibiotic. Does not respond to antibiotic. Okay. He is investigated by a bronchoscopy, examination of the bronchi, and a biopsy is taken from the bronchi. You are shown the histological features of the biopsy and also histology of a normal respiratory bronchial and for aerophobia. Yes. It's a normal. And a normal respiratory lining هو شنو هو؟ Normal respiratory lining شنو هو يعني؟ دكتور سيدو ستراتيفايد. Yes, excellent. حتى والله عندكم موزايه ما قالت هاي الحكاية. زين شو اللي صار دوم التفكت اوف سموكينج شو تغير الريسبيراتوري بالصوره دكتور ستراتيفايد سيكونز بسبب السموكينج تحول صار عندنا بسبب السموكينج هاي العمليه من ادابتيشن شو راح نسميها ميتابليجيا دكتور ميتابليجيا دكتور هاي العملية من adaptation شو راح نسميها؟ دكتور ميتابليج. وش تايب اوف adaptation شو يسموها؟ ميتابليج دكتور. ميتابليج هو change of one mature cell type to another mature cell type. هذا example of ميتابليج بالعزة وفاكس. Yes, part as a Vegas. بعد. ميتابليزا كان أكرم مزين كامل تشوف؟ شنو دكتور؟ دكتور بس عندي سؤال. مزين كامل تشوف. ميتابليزا كان أكرم مزين كامل تشوف؟ دكتور بالسيرفكس. بالسيرفكس يصير ميتابليزا إكسلنت بس السيرفكس مو مزين كامل مزين كامل يعني سوفت البون كان أكر؟ Yes, بيقول yes maybe نعم can occur in the mesenchymal tissue سموها ossification يعني تعظم soft tissue أكو سؤال لحد الآن يمكن هذا آخر question هالأسبوع لا دكتور هذا آخر شيء
يلا كان شوف الورا دكتور قلنا شنو بعد عندنا ورا؟ لا أقول what is their function شنو function مع سيدا certified columnar epithelium شنو function مالته؟ protection وال motion وين شي protection إيش فيه هو بيسيلة؟ بيسيلة سيلة شنو وظيفتها؟ movement or motion filtration on protection نعم we goblet cell شنو وظيفة goblet cell mucus secretion secretion of what mucus mucus هل يقول هل يقول 17 بصير تعطيب yes mucus secretion حتى امترامت of something وال protection السيلة دفع كلها لي برا next question please What cells can you see lining the bronchus in the biopsy? Now you're going to stratify sequence of epithelium. I'll lay out on a defect, it'll be a defect. I don't know. What is the change called and what is... What is the this change called and what is the metaplasia? Hassan, how much job we on it? حسان أول صحيح هو صحيح هو عبارة عن adaptive response ميتابليجيا لكن هذه الميتابليجيا ممكن تتحول إذا ما انحلت المشكلة وبقى ويدخل تتحول إذا ماذا شو نسميها دكتور ديسبليجيا سامعين بالديسبليجيا yes excellent ديسبليجيا والديسبليجيا ممكن تتحول إلى كارسينوما ليترون ويتحول إلى تيومر excellent حسان زينب فارس أوكي واضح دكتور. Next please. Why has it occurred? An adaptation mechanism. شو الميكانيزم حسنا احنا جاوبنا طبعا هذا كله شرحنا. It's an adaptive response you give to a frequent injury by smoking. راح يتحول الى مكينه يتحمل هذا السموكينج افكت فتحول الى سكويمس اللي هو يغطي الجسم من برا. Next. Damage from smoking, yes. Next. توقع خلصاً مثلاً. دكتور خلصاً إذا كذا. خلصاً دكتور كم لك؟ ماني ما تتوقع خلصت أولاً. شكراً اللي شاركوا وياي بالصوت واللي شاركوا بالكتابة أما البقية اللي نايمين وخاصة هذا بيقول we finished okay we finished فأتمنى إنكم استفادتوا أولاً. وآخراً رغم أن أنا ما شفت فرق عن البيج بلو بوتوم نفس التقطيعة بس أنتم مصرين هنا أنا بس ما أبي أخالف سلح بيها دكتور علاء تسمعوني؟ أي دكتور تسمعوني يا بس؟ أي دكتور واضح؟ شيء ثاني كان أكو سؤال بالمحاضرة بآخر سيشن بالمحاضرة مات الأدابتيشن الثاني كيو What is the adaptive response and thank you. طلعتوها لو لا. زينب بتقول يصير هايبربليجيا حقيقة هو يصير ميتابليجيا مو هايبربليجيا وديسبليجيا جو بعدين كارسينوما. نسيته بعدين سوبرفايزر نسيته. يصير هايبربليجيا بالاتروفي. الهايبر الاتروفي واحد والهايبر بليجيا واحد ديسبليجيا عاده تصير بالميتابليجيا ميتابليجيا اذا ما اخر الافكت مالها تصير بالبليجيا اكو بعد سؤال دكتور اذا ما صار له ميتابليجيا يصير بكانسر لا هي تصير ميتابليجيا بس اذا ما حلينا المشكله ممكن تتطور هاي الميتابليجيا اذا ديسبليجيا وديسبليجيا تتطور الى كانسر لذلك يعني دكتور سموكينج هو ريسك فاكتور للمالجنت تيومر بس دقيقه زينه بتقول بالصوره صار اتروفي وزاد وزاد النيوكليس النيوكليس ما زاد زينب بس هاي الكون بنين صغار صغار بين عدد الهواية بالصورة هي نفس العدد مالت العضلات
تمام بلو، بس نفس العدد بس بينن اكثر بالصوره انا حتى تنترس المساحه بين هواي الخلايا، بس انه عادي حقيقه نفس العدد. اي سؤال ثاني؟ ولك قاسم انت ما حكيت، بس عقدتك على مصعب تطفي المايك. ليش دكتور مو جاوبتك؟ هذا الكيس حليت منه والقبله. شوف انا هذه هسه ما اعرف من تجاوبني من تجاوبني، بس بدناك اعرف من تجاوبني من تجاوبني. انا من صوتي. بس انا من كان وياي يحكي؟ محمد مصعب دكتور واني وحسن اتي وممكن على قصي وسراج وزينة فارس تكتيب هذول الحضور. سراج شويه كمش هذا وسكت بعد ما يحكي. سراج خوش خوش درب ما تفلته هذا. دكتور عندنا سراج. انا من قلب السؤال وساكت خوش درب ما تفلته. اي دكتور. اي والله دكتور. دكتور انا بداله. سراج الثاني. يلا على العموم. على العموم هسه بعد اكو شيء عندكم مشكله سؤال لو انت وكل الله. لا دكتور. عشت ايدك دكتور. البقيه اللي ما حكوا نهائيا اكو عندهم مشكله لو هذا هو. ما عندهم مشكله دكتور احنا نيابه عنهم دكتور. هم حتى اذا عندهم مشكله احنا ما لنا علاقه بهم لان ما رضوا يخطوهم احيانا ما رضوا يتحكوا. دكتور بس انا اقول سمول مان نيو ليش ايش وقت ناخذه؟ النيو بليجر راح تاخذوه يوم الاربعاء. النيو بليجر يوم الاربعاء هم عبارة عن تو سيشن التاسع والعاشر. على الاسبوع الجاي تاخذون 11 و12. يلا بس رجاء نكون محضرين حتى يمشي السيشن بالعدل لان انا بمشي على السريع بعد لكم ربع ساعه حدي ام او ار ممكن. تمام؟ ما اعتقد دكتور ما اعتقد ما ادري والله ابلغيني والله انا هيك بلاني كاظم بدكم ام او ار سيشن. على العموم في كل الاحوال احنا خلصنا اون تايم اتمنى نكون استفاديتوا رغم الصعوبات وحفظكم الله جميعا واتمنى ان شاء الله يعني الله يسهل عليكم ويفرج هاي المشكله وبالموفقيه اشوفكم خير ان شاء الله مع السلامه الله يعطيك